The hangar consists of three 2014 T6 aluminium alloy rods with rigid beams AC وBD and a spring. If the vertical displacement of end F is 5 مليمتر ده نزل 5 مليمتر فمعناته ده استطال شوية وهو ده استطال برضو شوية والسبرينج فيه انضغاط كلهم مع بعض كده يساوي 5 مليمتر. Determine the magnitude of the load B. Rods A, B و C, D each have diameter 10 مليمتر وال E, F has diameter 15 مليمتر. اقدر احسب الاستطالة في كل واحد والسبرينج 100 ميجا نيوتن على المتر وان ستريتشد لما قبل ما نحط البي. احنا لما نحط البي هنا يبقى الرود ده كله اللي هو اي اف في بي يقوم ده يضغط على السبرينج يبقى السبرينج برضو في بي وهنا يبقى في بي على 2 وبي على 2 يبقى ده هيتشد وده هيحاول يلم مرة تاني يبقى في شد وضغط وهنا في شد الاتنين دول هيتشدوا لتحت كل دول مع بعض كده يساوي 5 مليمتر. طب احنا عندنا القانون بيقول ان السيجما بتساوي اي في ابسل وبالتالي احنا البي مش عندنا فخلينا نقول الرد اي اف هيبقى بي على باي الاريا بتاعته هو 15 مليمتر ولا كام الرود اللي اسمه اي اف 5 مليمتر الاستطالة 10 مليمتر كل واحد في دول وده 15 مليمتر يبقى بوينت او او 75 تربيع يبقى دي الاريا 7 مليمتر 7.5 مليمتر هتساوي محتاجين نعرف الـ E للـ 2014 T6 نيجي آخر الكتاب ونشوف تلاتة وسبعين بوينت ون في 10^9 في الدلتا اي اف مش اف دلتا اي اف على الطول بتاع اللي هو 450 طب عندنا كمان انضغاط هنا فالبي بتساوي الكي في الدلتا اي سبرينج خلينا نقول سبرينج ده بي الكي عندنا بمية في 10^6 بس ده انضغاط وده شد وده بيلم تاني عندنا كمان في كل واحد في دول بي على 2 فاقول بي اوفر 2 على اريته اللي هي باي 10 مليمتر يعني بوينت او او 5 تربيع هتساوي 73.1 10^9 في دلتا اي بي او سي دي نفس الشيء على طولها 450 طيب عندنا الدلتا اي بي ده استطالة زائد الدلتا اي اف ده استطالة ناقص الدلتا سبرينج كل ده بيساوي 5 مليمتر طيب الله يعيننا بقى في المعادلة فيهاش مجهول الا بي نقول شوية دول هضرب ده لا دلتا فهضرب اجيب ده كله هنا يبقى 450 فوق تقسيم باي تقسيم بوينت او او 7.5 تربيع تقسيم 73.1 اي 9 طبعا الرقم ده هيطلع بالمتر هضربه في 1000 عشان يبقى بالملي هيبقى عندنا بوينت او 3.48 بي مليمتر زائد الدلتا لا ده كان دلتا مين ده كان دلتا اي اف اللي هو ده طيب ده اللي هو ده طيب هنا الدلتا اي بي بقى اللي هو هنقول بي على 2 احنا عايزين الدلتا فكل ده هيجي هنا
في 450 تقسيم 2 تقسيم شيفت باي تقسيم بوينت دبل او 5/4 وتقسيم 73.1 اي 9 وضرب 1000 عشان يبقى بالملي، هيطلع 0.0392 بي اللي هي الجزء ده ماينس دلتا اس اللي هتبقى بي على الرقم ده، يعني 1/100 اي 6. في 1000 فهيطلع 1/10^5 بي، كل ده بيساوي 5 ملليمتر. يبقى هنقول كده 0.0348 0.0392 ماينس الانسر اللي من شوية، كده بيساوي 5، فخمسة تقسيم الانسر يطلع البي بتساوي 6.6 كيلو نيوتن.